ماذا لو بنرقص؟ انا برقص كتير قوي. والله واكتشفت الموضوع ده لما كنت بقلب في موبايلي لقيته مليان فيديوهات كتير وانا برقص، وانا بشتغل، لما اتجمع انا واصحابي بعد ما اكل، وانا لوحدي عادي في البيت، وانا في الشارع كمان، بقولك طول الوقت. واكتشفت ان انا مش لوحدي، ده العالم كله بيرقص طول الوقت. الإنسان قبل ما يخترع الكلام اتواصل بالرقص، وأول مرة يلاقوا رسومات فيها ناس بترقص كان في كهف في الهند عمره 9000 سنة. متخيل احنا بقالنا قد ايه بنرقص؟ الطفل بيرقص قبل ما يتعلم المشي والكلام ويتعلم اسمه، والإنسان رقص عشان يحتفل ويتعبد ويتعالج ويثور كمان. ومش بس كده، في عالم أنثروبولوجي اسمه إدوارد هاجن بيقول إن الرقص كان بيستخدم لتكوين التحالفات زمان، والقبيلة اللي بترقص سوا أحسن، ده معناه إن جماعتهم متحدين أكتر. علماء تانيين كبروا الموضوع أكتر وقالوا إن الرقص كان وسيلة أساسية للإنسان عشان يتطور ويقدر يتكيف مع بيئته. إزاي؟ عالم الأعصاب رودولفو لينس في جامعة نيويورك بيقول إن الرقص بيبني الدماغ وبيقوي عمليات التنسيق بين العقل والجسم، والإشارات اللي جاية من هنا ورايحة هنا، وده بيطور قدراتنا الجسدية ومعاها دماغنا. يعني أبسطها لك، حركة دراع الطفل في بطن أمه بتخلي دراعه ومخه الاثنين يشتغلوا أحسن، العضلات والأعصاب بتتطور لشكل جديد من الحركة، وكمان المخ بيتعلم يعمل حاجات ما كانش يعرفها قبل كده. كل ده بيطور عملية التفكير وبالتالي يتلعلع المخ. دراسة عملت سنة 2003 في كلية ألبرت أينشتاين للطب في نيويورك، لقوا إن الرقص هو النشاط الوحيد اللي بيقلل الخرف. الخرف أكتر حاجة مرعبة في الكبر في السن، تخيل. ومعلش خلوني شخصاً الموضوع شوية، لأني أنا كمصرية فأنا برقص بالفكرة. أنتي مش ما بتعرفيش ترقصي، أنتي ما تعرفيش إنك بتعرفي. ده كليوباترا ونيفرتاري لهم رسومات مع وصفاتهم بيرقصوا، والعالم كله عارف مصر من الأهرامات وأبو الهول والرقص الشرقي، ودي حاجة مش عيب أبدا والله. هي المشكلة إن الأوكرانيات والروسيات جم بوظوا كل مفاعلاته. شفيقة القبطية وسامية جمال وتحية كايروكا ممثلوا الرقص الشرقي في هز الوسط والصدر، مع إنه مش كده خالص، هو ده الرقص الشرقي. اتفرج على الجمال. وبالتدريج اتحول الرقص في مصر عيبة، وبقينا نرقص في السر عشان الناس ما تقولش علينا منحلين، وده للولاد والبنات على فكرة. رغم اننا لما بنرقص بنعبر عن نفسنا ومشاعرنا، وبنتخلص من طاقتنا السلبية، وبنعيد ثقتنا في روحنا، وكمان بنكمل مسيرة الأجداد برقصات رقصوها من مئات السنين، زي مثلا الدبكة في الشام والعيالة في الإمارات والتحطيب في مصر. لا، وبيطور عقلنا وبيشفينا من الأمراض. من الآخر الإنسان ما يقدرش يوقف رقص. أرقص أرقص غصب عني أرقص غصب عني أرقص ينشبك.